ما شاء الله. الآن أنا في العلا في مكان منتزه اسمه مقهى محكر أو المحكر، صح يا توتة؟ ما شاء الله مرة حلو. أنا أوريكم هون من دي الجهة، ما شاء الله. يعني تنبع من الأرض. أيوة، المكان ده سموه بالمحكر أو حكر لأنه كان يحجز الموية، يعني تنحجز الموية في هذا المكان. ولها ثلاثة عيون ما شاء الله، اسمها عين الصلاح، وكمان إيش، عين أم الليف، وعين الشرقية. شرقية صح؟ في هذا المكان ما شاء الله كانت ترتفع، منسوب المياه كان يرتفع في المنطقة دي، فيقوموا إيش يسوي، تتوزع الموية دي في المزرعة، في مزرعة العلا كاملة، منطقة العلا كاملة ما شاء الله، مزارع العلا. كاملة ما شاء الله. هذا ما شاء الله زراعة البرتقال، اسمها النبتة كيم كوات، مصطلح العلمي هذا لها. وهذه إيش يقولوا لها، البرتقال الملكي ما شاء الله. أستاذ خالد معروف هنا في العلا في منطقة مقهى المحكر أو الحكر، يسوي القرص على المجرفة، شوف زي كده يسوي لك هي طازة ما شاء الله تاكلها. يسوون خبزة أهل العلا يسمون هذا الصاج، احنا نقول عليه الصاج، هم المجرفة يسمونه مجرفة صح؟ ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب. هذا قرص يتسوى بالشتاء مو؟ ايوه بالشتاء. ما شاء الله ربي يبارك لك. ايش تحط عليه، سمن عسل زينا او سكر حسب النكهات؟ لا يعجبني ما شاء الله، زيت زيتون، سمن، عسل، نوتيلا، جبن، هو وقته في وقت البرد يعني يدفي على حسب الرغبة، يعني الافضل هو زيت بسمن افضل شيء. ما شاء الله، الله يديك الصحة والقوة.